اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الرشيديه. امطار الخير متابعي قناه شوف تيفي في هذه الاثناء في هذه اللحظات بمدينه الرشيديه، فاللهم صيبا نافعا. هنا متابعي قناه شوف تيفي من خلال وكذلك النشره الانذاريه اللي كانت على مستوى اقليم جهه درعا سفيلات، الا وانا في هذه الاثناء متابعي قناه شوف تيفي كنشوفوا تساقطات مطريه ان شاء الله تعود بالخير والخمير وكذلك لساكنه اقليم الرشيديه. فدائما يحييكم بعود قناه شوف تيفي بجهه درعا سفيلات. والان يعني بعد تواجدي بمدينه الرشيديه لنا رجوع لمجموعه من المواضيع اللي غادي نتطرقوا لها ان شاء الله بمدينه الرشيديه. إذا تدخلنا من مدينة تنغير إلى هنا بمدينة الرشيدية، بعد اللحظات متابعي قناة شوف تيفي أمطار الخير الحمد لله تتهاطل على مدينة الرشيدية عاصمة جهة درعا سفيلات. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات، وأكيد إن شاء الله غادي نقودكم متابعي قناة الشعب في جولة خفيفة ظريفة بمدينة الرشيدية. ما كرهناش أننا نخرجوا كاع على برا، لكن الهاتف ما غاديش يتحملنا هاد التساقطات المطرية، لهذا نحن نقودكم في هذه الجولة باش نشوفوا الأجواء كيفاش دايرة بمدينة الرشيدية. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج أرض الوطن. فبغينا كل متابعي قناة شوف تيفي يقولوا لنا وكذلك منين تيشاهدوا معنا هذا البث المباشر وكيف دايره الاجواء عندكم. حسن اللي كيقول لك تبارك الله ما شاء الله والشكر الجزيل لكل متابعي قناه شوف تيفي. كيف ما قلنا يعني اجواء جد رائعه اللي بغينا للجميع انه يشارك معنا هذه الفرحه، ونحاول ما امكن متابعي قناه الشعب نخرجوا يدينا من الدجاجه ونشوفوا الشتا ديال الله. اجواء ممطره وجد رائعه الان في مدينه الرشيدية، فاللهم بارك وزد في ذلك. اجواء بعاصمه جهه درعا سفيلات، يعني كنا كنشوفوا يعني جهه درعا سفيلات عاصمه الجهه كنشوفوها شاحبه، الان شوف الحمد لله يعني فين كتكون يعني كتكون الشتاء، الا وانه الحمد لله الوقت كتزيان والارض كتزيان والحيوط كيزيان وحتى البشر كيزيان وكذلك. فحمدا لله وشكرا لله الرشيدية بالفيزا اخاف ان انطق اسمه، لكن حبا جما لك يا صديقي العزيز وتبارك الله عليك ومسيره موفقه. محمد حياك الله من كازا والو، احمد بوعزامه الحمد لله والشكر لله. فهنا متابعي قناة شوف تيفي أكيد أن قطرات المياه تصب وكذلك على كاميرا الهاتف، لهذا متابعي قناة شوف تيفي أكيد أننا غادي نديروا البث يعني من داخل السيارة ونشوفوا الأجواء وكذلك متابعي قناة شوف تيفي من قلب هاد المدينة الرائعة بساكنتها. الحمد لله على كل حال واللهم صيبا نافعا. وبغينا كل المتابعين والمتابعات يشاركوا معنا هذا البث ويبارطاجيو وكذلك هاد الخير هذا. السعالي اللي كيقول لك الرصاني والو كاين غير البرق، فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين. فهناك نشرة إنذارية تقول بأن هناك زخات مطرية قوية اللي غادي تهم إقليم الرشيدية وإقليم زاكورة وإقليم ورزازات وإقليم تنغير بما فيهم وكذلك حتى إقليم ميدلز، فنتمنوا إن شاء الله تعود علينا يعني بالخير إن شاء الله على كل ساكنة المنطقة. تحياتي خويا استمر في النقل الحقيقة، فحياك الله تبارك الله عليك. هنا وكذلك الرشيدية بالفيزا الصفحة اللي في الحقيقة يعني كتعطينا مجموعة من الأخبار الحقيقية بجهة درعا سفيلات ودائما يعني في المستوى اللائق، فحياكم الله تبارك الله عليكم. سماء غائمة والوديان في اتجاه سفيلات من مدينة نيس والو، حياك الله. طلع في الشارع الكبير أكيد غادي نطلعوا للشارع الكبير، الحمد لله والشكر لله على أمطار الخير إن شاء الله. هنا نقود جميع المتابعين والمتابعات في هذه الجوله الرائعه اللي كنتمنى ان الصوره تكون واضحه لاننا ضروري خصنا نديروه من داخل السياره. اعطيني واحد دقيقه ولا جوج نسالي واحد الطبيب وانا لاباس الحمد لله راني في راجل ياسر الله يهديك. يلا لحظه يلا الله يهديك.
دائما اطمئنان يعني الوالدين اللي كيبغيو يطمئنوا على وليداتهم اكيد انه كيكون. فالله يخلي للجميع الاباء ديالو والامهات ديالهم فحياكم الله وتبارك الله عليكم. هنا من قلب هذه المدينه متابعي قناه شوف تي في، وفي هذه اللحظات في هذه الاثناء انطلقت تساقطات مطريه مهمه ان شاء الله غادي تنتعش بها وكذلك ساكنه المنطقه. واجواء اللي في الحقيقه متابعي قناه شوف تي في جد رائعه ومثيرة في هذه الاثناء، اللي بغينا كل المتابعين والمتابعات انهم يشاركوا معنا هذه الفرحه هذه اللي يعني ديال هذا الخير هذا اللي كيصب على مدينه الرشيديه، وان شاء الله يهم وكذلك حتى اقليم الرشيديه بما فيهم مدينه الرصاني ومدينه ارفود وزال والمرزوقه والطاوس وكذلك وكل مناطق اقليم الرشيديه. فحياكم الله تحيه كبيره وتحيه تقدير واجلال واحترام لنساء ورجال الامن الوطني خدمه وامنا وامانا وحفاظا لاستقرار المنطقه. فنحيي عاليا نساء ورجال الدرك الملكي. تحيه من خريبقه، حياك الله. تحية كبيرة لكل ساكنة المنطقة في كل بقاع العالم، الحمد لله يعني اللي كيشاهدوا معنا هذا البث الرائع والمباشر من قلب عاصمة جهة درعا سافيلال تلا وهي مدينة الرشيدية. وكيف ما قلنا يعني كتكون يعني الصورة شاحبة فين كتكون الأجواء مشمسة لأن لازالت الأشغال هنا بمدينة الرشيدية، اللي كنتمنى أنهم يسرعوا وتيرة هذه الأشغال هذو ونشوفوا عاصمة جهة درعا سافيلال اللي هي كيستحقها السكينة. فكنتمنى ان شاء الله رؤية المزيد في هذه المدينة من تنمية اللي تليق بساكنة المنطقة. والو في سوق الحد يا اخي، احنا في مدينة الرشيدية وحنا في الشارع الرئيسي وانتم كتشوفوا الاجواء كيفاش دايرة، اجواء رائعة ومثيرة في هذا الاثناء. اللي بغينا وكذلك ان كل المتابعين والمتابعات يشاركوا معنا وكذلك هذا البث الرائع والمباشر وهذا المنظر الجميل من قلب عاصمة جهة درعا سافيلال. سي عزيز عزيز صافا سعيد كينو حياك الله وتبارك الله عليك. الحدب ناشف حتى نقطة مطيحة، الله ودي عليه الحدب ما محسوبش على الرشيدية. هذه سحابة متابعي قناة شوف تيفي اللي يعني جايبة زخات مطرية قوية لمدينة الرشيدية، اللي نتمناو إن شاء الله أنه تكون خير كبير على سد الحسن الداخل وعلى كل ساكنة المنطقة. وحنا الآن يعني في الشارع وكذلك ديال محمد السادس والرابط بين أزمور الجديد وتركة الجديدة. أمطار خير الحمد لله وأمطار غزيرة في هذه الأثناء مدينة الرشيدية. شنو قال هذا؟ المضيق ما كاين والو، فحيا الله ساكنة المضيق. ان شاء الله يعني الشتاء غادي تصب على المملكة المغربية العربية الشريفة بعد هذه السنوات العشاب وهذه السنوات ديال الجفاف، الا وان شاء الله يعني جا خير فايض وكبير ولله الحمد على كل ساكنة المملكة المغربية العربية الشريفة بما فيهم ايضا اقاليم جهة درعا سافيلال. هذا اللايف دابا نيت مباشر وفي هذه الاثناء مع 9:30 هذه الشتاء الحمد لله ربما نقدروا نقولوا يعني في السونتر كانت كثيره، وربما ان السحابه يعني ما كايناش كذلك في الحدب وسوق الاحد اللي بعد التعليقات تيقول لك ما كايناش الشتاء تما. حنا الان يعني في الطريق ديال في شارع محمد السادس اللي قلنا يعني كيربط به بين ازمور جديد وتركه الجديده. انتم كتشوفوا الاجواء هنا يعني كان يعني كاينه الشتاء الحمد لله وطاحت وكذلك هنا. هير هانتوما كتشوفوا بعد يعني بعد الزخات المطريه اللي كتكون ولو قليله الا وانه كنشوفوا بحيرات يعني كيتكتلوا عندنا هنا في الشارع. هذا هو اللي كنبغيو نقولوا وكذلك حتى المقاول اللي كيشد مجموعه من الاشغال وخصوصا عدم المراقبه ديال مجموعه ديال المسيرين وديال المنتخبين هي اللي كتخلي هذا الشيء يوقع. هانتوما كتشوفوا ربما انه كون يعني نزلت بالهاتف على برا كون كانت الصوره واضحه لكم.
يعني عاد بدات الشتاء والان يعني كنشوفوا بحيرات في قلب شارع محمد السادس. سيمو حياك الله وتبارك الله عليك. والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن اللي كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر، وايضا اللي اشتاقوا لمدينه الرشيديه. كاينين الحمد لله جاليه مغربيه، وكاينين شباب والحمد لله واسر اللي هما خارج منطقه الرشيديه، والان يفرحهم هذا البث المباشر لانهم يتذكرون وكذلك الاحياء اللي زادوا فيها واللي كبروا فيها ولعبوا فيها وكذلك. من قلب اشهر شارع وكذلك اللي هو ديال سرقة الجديدة، اكيد ان السحابة ما وصلت للتما باش ان الحبيب يعني يشهد يعني تساقطات مطرية. الان حنا في سرقة جديدة، يعني انتم كتشوفوا هذا الخير الحمد لله اللي صب على مدينة الرشيدية، اللي كنتمنى ان شاء الله انه يعود بالخير على كل ساكنة المنطقة. بغينا تعاليق المتابعين والمتابعات، فمنين كتشاهدوا معنا هذا البث الرائع والمباشر، وكيف داير الاجواء عندكم، علما ان هناك كيف ما قلنا بان هناك نشره انذاريه تقول بان مجموعه من اقاليم جهه درعزه فيلات تشهد تساقطات مطريه غزيره تهم هذه الاقاليم، فاللهم صيبا نافعا وغير ضار لكل ساكنه جهه درعزه فيلات. الخير في بلادي سعيد طنجة، حياك الله خويا سعيد وتبارك الله عليك. حنا في سرقة دابا الحمد لله، ام وجاد اللي كتقول لك حنا في سرقة، حياك الله ام وجاد يعني متابعه من مدينه الرشيديه والقاطنه بحي سرقة الجديده، فحياها الله وتبارك الله عليها لمشاهدتها وكذلك هذا البث الرائع من اشهر شارع بمدينه الرشيديه الا وهو الشارع محمد السادس، اللي كيشهد وكذلك مجموعه من الباعه المتجولين وحركيه اللي هي جد رائعه كتكون يعني مساء كل يوم. نتمنوا فقط انه ما يشدوش غير الشارع صافي، هذا هو اللي كاين، احترموا بعض المسافات. فافو الحمد لله، الحمد لله من الدار البيضاء الحدب والو، هاد الغيامه مازال ما بغات تجي للحدب، الحمد لله من الدار البيضاء. حياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن. بغينا كل متابعي قناه شوف تي في يشاركوا وكذلك معنا هذا البث الرائع ويعطيونا يعني تعاليقهم منين كيشاهدوا معنا هذا البث الجميل من قلب عاصمة جهة درعزة فيلالت الا وهي مدينة الرشيدية. هانتوما باش ما تقولوش الرشيدية ما زوينة، ما زويناش، هانتوما طاح الشتا وغسلت الحمد لله الشارع وغسلت قلوب ساكنة المنطقة، والان نراها جميلة في هذا الاثناء، ونتمناو ان شاء الله نشوفوها أجمل من هذا. يعني نتمنوا غير المنتخبين أنهم يفيقوا ويعيقوا وما يبقاوش أوت، ويعطيوا المقاولين اللي هما مقاولين ديال بصح شغال اللي تليق بساكنة المنطقة، وما يضحكوش على ساكنة المنطقة اللي وعدوهم بالتنمية. فهذه 2024 اللي بغينا نشاهدوا يعني نشاهدوا شي حويجات اكثر من التنميه، نهضروا على شي حاجه نكونوا سفتنا التنميه ونكونوا هضرنا على حويجات اخرين، لكن حنا مازال لحد الان كنهضروا فقط غير على الواد الحار، الماء، الضوء، والاناره، والبنيه التحتيه اللي كشفتها هذه التساقطات المطريه وعرت عورتها. ياسين ياسين حياك الله، ناس الحدب واش خبار ناس الحدب؟
المقاولين. بغيت نشوف يعني التعليق ديال صفحة الراقي أبو عماد، المقاولين عدموهم أخي في هذه البلاد. والله يا أخي إلا كنشوف مجموعة من المقاولين يشدوا مجموعة من القناطير في جهة درعا سفيلة إلا تكرفصوا عليهم تكرفيصة كبيرة. هذا هو الإشكال الكبير اللي كنشوفه، يعني كتلقى شارع باش أنه يتهندس بواحد الهندسة اللي هي تليق بالناس وتليق بالساكنة، ولينا كنشوفوا فقط غير على العكر على الخنونة. يعني كتشوف ها هو الشارع مزيان واحد السيمانة ولا 10 أيام ولا شهر من بعد واحد التساقطات مطرية، إلا وأنها كيتكشف يعني كتكشف داك الشارع حقيقة داك الشارع وحقيقة المقاول وحقيقة المنتخبين، لأن المنتخبين المساندين الرسميين وكذلك فهاد المزالة اللي كنعيشوا. فأكيد أنه كتكون يعني دراسة وكتكون يعني شحال من حاجة، لهذا أتمنى إعطاء يعني الأمور لأهلها، لأن إلا تسندات لغير أهلها فأكيد أننا غادي ننتظروا الساعة ونشاهدوا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من أشهر الشوارع وكذلك بمدينة الرشيدية الشارع ديال لافاك، واش حنا غادي نسدو الامطار؟ الله يهديك علينا السي خالد، حنا الحمد لله بغينا نشاركو غير هاد الفرحه هادي معاكم. واش حنا بيدينا نشد بيدينا نطيحو الشتا ولا نحبسوها؟ راه امطار ديال الله هذا الحمد لله كيعطيها لمن بغى، هو اللي كيشوف الحمد لله في حالنا. بعد التعاليق ديال المتابعين اللي غادي نحاولوا ما امكن نقراوها، فاطمة مداد هذا هو الهاتف المحمول الثاني في فرادات لعلي ابني هما، ما فهمش فاطمة مداد شنو قلت. ابراهيم اين بلاصة خي هادي؟ سميت هاد البلاصة في الرشيدية، توحشنا الرشيدية. الان حنا قرب يعني قرب جامعة يعني قرب لافاك، وهادي هاد الحي هذا سميتو حي عين العاطي جوج. اكيد ان شاء الله لنا عودة لمجموعة من المواضيع اللي غادي نتطرقوا لها في مدينة الرشيدية، ونزوروا وكذلك مجموعة من الاحياء بمدينة الرشيدية، ونشوفوا وكذلك الاجواء ديال مدينة الرشيدية. علاش كنقولوا بارطاجيو هذا البث؟ لان البث ربما انه يشوفوا شاب من شباب مدينة الرشيدية ولا اسرة من الاسر ديال مدينة الرشيدية اللي هي مشات وهاجرات وسمحات في المدينة، ماشي سمحات فيها لله في سبيل الله، لانها كتقول بان التنمية راه متوقفة في هذه المدينة، لهذا نمشي نعتق راسي ونعتق وليداتي. وعلاش يعني كنقولوا الشكوى الله لمجموعه ديال المنتخبين باش ان الناس ما تهاجرش؟ راه ولينا كنشوفوا اسماء وازنه، اسماء عائليه وازنه كتهاجر يعني من المدينه ديالها حفاظا على السلامه ديالهم باش انهم يمشيو يعتقروا نفوسهم ويشوفوا وليداتهم فين يقراوا وفين يخدموا. اللهم بارك وزيد في ذلك. اجواء رائعه في هذه الاثناء متابعي قناه شوف تيفي، اللي غادي نديروا فيها جوله خفيفه ظريفه مع كل المتابعين وكل ساكنه المنطقه. فاتمنى هناك رقم يعني الحمد لله مشرف معنا اللي في هذا البث، كنتمنى وكذلك انكم تبارطاجيو هذا البث ونقراو يعني تعاليق المتابعين. سوريد نايت مدينة زوينة الله يبارك الحمد لله. ياسين حياك الله، الله يوفقك، تبارك الله عليك والشكر الجزيل يا أخي، تبارك الله عليكم وشكرا جزيلا على التعليقات الرائعة والمثيرة ديالكم. وأحاول جاهدا أنني ندير يعني التغطية بجميع مناطق جهة درعا تافيلات فيما بينهم أيضا إقليم الرشيدية. فبغينا كل متابعي قناه شوف تيفي يقولوا لنا منين كيشاهدوا معنا هذا البث الرائع وكيف داير الاجواء عندكم. اتمنى يعني اجابه من الساكنه ديال اقليم ميدل، اقليم زاكوره ورزازات تينغير، واش كاينه شي شتا
علما ان هناك نشره انذاريه اللي كتقول بان هناك امطار غزيره غادي تهم مجموعه من اقاليم ديال الجهه درعسه فيلال. تبارك الله الفيلالي جمال، حياك الله ابراهيم. ابراهيم هذه المدرسه قريت فيها، ها اللي قلنا مجموعه الحمد لله ديال الناس وديال المتابعين اللي اشتاقوا لمدينه الرشيديه وكيشوفوا يعني الاحياء اللي هي مروا منها، سواء مدرسه سواء اعداديه سواء شارع سواء حي من الاحياء. وكنستمتعوا كذلك معكم بهذه التعليقات الرائعه، وكنحاول ما امكن نردوا على بعض تعليقات المتابعين والمتابعات. جمال الرباني ولله الحمد بعد هذه التساقطات المطريه من ايمو الزهر مرموش او مرموشه، حياكم الله، لكم التحيه على التنبيهات. اكي خويا الراقي محمد الرحماني اللي وكذلك كنبهوا كل ساكنه في المنطقه سواء يعني انهم بغاو يجيو لجهه درعه تافيلال في مجموعه من الاقاليم انهم يردوا البال في الطريق ويشوفوا النشرات الانذاريه اللي كتكون خصوصا على اقاليم الجنوب الشرقي. لهذا مزيد من الحيطه والحذر لكل متابعي قناه شوف تيفي، بلغ سلامي للرومبوان. مرحبا ان شاء الله، سلامك وصل للرومبوان. اش من رومبوان في الرومبوانات، هاواي غادي الواد الذهب. حنا على مقربه ايتبا موحه الرباط، سلام محمد سخيرات، سلام محمد من سخيرات، محمد زهري او زهري زهراوي. فحياكم الله متابعي قناه شوف تيفي، واكيد تروق لقراءه مجموعه من التعليقات ديال المتابعين والمتابعات. والان على مقربه حي ايتبا موحه الاجواء، انا حي ولاد الحاج ايوب ايوب حي ولاد الحاج، الاجواء رائعه ومثيره في هذا الاثناء بعد هذه التساقطات اللي همت ساكنه مدينه الرشيديه. الله يحفظكم. خالد الرفاعي الحمدي المحمدي المحمدي البيور، سلامي للكركور ديالنا، اكيد نبلغوا السلام للكركور من اشهر الكراكير اللي عندنا هنا في جهه درعسه فيلات في اقليم الرشيديه. كركور واحد اللي عندنا ديال الحجر. ملك سوكا حياك الله، تحياتي خوك من الجزائر، حياكم الله وتبارك الله عليكم خوا خوا للشعب الرائع. والخزي والعار للمنافقين والحقاد والحساد. من طنجة الله يحفظكم سي ابراهيم بوفقير ومجموعة من المتابعين الأوفياء الرائعين. ونحن وكذلك على مقربة واد الذهب، نخليو يعني الدخلة ديال واد الذهب إن شاء الله حتى مرة أخرى، فقط نشوف الشارع الرئيسي باش نشوفوا هذه الأجواء الرائعة من قلب مدينة الرشيدية اللي هي عاصمة جهة درعسة فيلال. من تونات حياكم الله، عز الدين عز الدين من تونات، تحياتي الأخ ياسين عبد العزيز كزي، حياك الله خويا كزي والعائلة الطيبة. تحياتي من سلا، تحياتي من تازا، وتحياتي لجميع الوزازن ديال مدينة الرشيدية. تالي يخفى على الجميع هاد الزون هادي كنقولوها فقط غير مدينة الرشيدية. تحية لتولال الله يسعدنا. تحياتي من بوزنيقة حياكم الله وتبارك الله عليكم. ها انتم عاوتاني كتشوفوا الشارع هنا كيفاش ناشف، يا سبحان الخالق. الارض واخا هكاك متابعي قناه شفتي محتاجه المزيد من التساقطات المطريه اللي ان شاء الله يعني تهم الساكنه والاقليم ككل. بولمان منار، تحيه من بولمان الاخت منار. محمد كندري خوك من ايمو الزهر كندر، تبارك الله عليكم، الله مع الوزازن فيما كانوا في انحاء العالم. حياك الله الراقي محمد الرحماني، فحياكم الله وتبارك الله عليك. تحياتي سي جماع ومجموعه من المتابعين الاوفياء اللي مازالين معنا في هذا البث الرائع وفي هذه الاجواء الرائعه من قلب عاصمه جهه درعسه فيلال مدينه الرشيديه
لا نعاود كيف ما قلنا المجموعة من المواضيع إن شاء الله نتطرقوا لها بإقليم الرشيدية. كنبعثوا قناة شوف تي في بيجي هاد درعات فيلات، فكنحاول ما أمكن أنني نزور جميع أقاليم جهة درعات فيلات حتى لا يتم إقصاء أي إقليم، وإن شاء الله يعني زيارة مرتقبة جهة الشرق من بينهم تال سينت وبني تجيت وبوعنان في قيق. عزيز حياك الله سي عزيز ماروش اخويا، كنت جاي يعني من مدينه التنغير، كاين البرد وكاين واحد شويه ديال البرد في الطريق، ولكن الاجواء الحمد لله المهم ما بارده ما سخونه، جو زين، جو زين. دا ما كرهتش كون يعني كون كنت نعرف نهضر يعني باللغه ديال التفيلات يعني وباللغه ديال مدينه الرشيديه واقليم الرشيديه، بحال جو زين دا، با دا كودو، با دا نادو، شارع كودا، شارع كودي. كاينين متابعين تبارك الله عليهم اللي كيتقنوا هاد اللغه هذه، تحياتي تبارك الله عليكم اكيد ان شاء الله متابعين على شوف تي في. نتمنى ان شاء الله نشوفكم في بث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن. دائما يبقى معكم بعود قناه شوف تي في تحت شعار الله الوطن الملك، ولا عزاء للحاقدين المنافقين والنمامين وجيران السوء وناهي بالمال العام من منتخبين ومسؤولين غير شرفاء للمملكه المغربيه العلويه الشريفه. وييه باداكودو محمد بدر، ها هو عارف باداكودو، شارع ندى، شارع نزين، وديور نادو، ومدينة نادي، وسوق نادا. تحياتي من مدينة الوزازن، تحية المدينة الرشيدية عاصمة جهة درعا تافيلالت، أحيي عاليا الساكنة الطيبة، وأتمنى لكل مسؤولي ومنتخبي المدينة أنهم يرقوا بإنشاء فرص شغل للشباب. وأتمنى من برلماني ومستشاري إقليم الرشيدية بركة من التصور في البيرويات وفي دول ومدن أخرى، والتنمية تنهار بالإقليم. فرسالتي واضحة لكل مستشار وإلى كل برلماني وإلى كل منتخب ومسؤول، أنكم أديتم القسم بينكم وبين الله، عاد نشوفوا بينكم وبين جلالة الملك نصره الله، خدموا بلادكم، راه الشعب عاق وفاق بركة، ما تخونوا هذا الوطن. فراه دائما يعني كتنعسوا كتفيقوا على حسبي الله ونعم الوكيل، وإلا كان شي مسؤول ولا كان شي منتخب عاجباه أنه ينعس على حسبي الله ونعم الوكيل، فالله يبارك له ويزيد له في ذلك. وهو حساب الله، ما نقول له جهنم لا والو، ربي عارف اللي يدي جهنم وعارف اللي يدي الجنة. غادي نقرا بعض تعاليق المتابعين قبل ان انهي هذا البث، ندير يعني وقفة هنا متابعي قناة شوف تي في ونقراو تعاليق المتابعين والمتابعات. حسبي الله ونعم الوكيل أمينة السلطانية، ها اللي قلناها وحدة الناس قالت لكم حسبي الله ونعم الوكيل. سلم لي على الكديح وناس الرشيدية، حياك الله السي رشيد السعدية أو السعيدية. سلام معاك الوداعي مصطفى أصل من الرشيدية، مستقر في إسبانيا مدينة فلينسا. حتى هنا كاين الشتا خويا، هادشي ملقحين المطر المخطط المسلمين، ربي يشهد في حقهم اخي. الحمد لله على القدره الالهيه، فربي لا حيله مع الله. سياسه التهجير للازاله مستمره اخويا. بالنسبه للحفاري اللي كيقول في مدينه الرشيديه، الحفاري راه كاينين في جميع المدن، غير هما الحفاري عندنا حنا زايدين، حفاري نادو ما عندنا ما نديرو.
معك محمد من الريساني. محمد بدر حياك الله، شكرا خويا على هذه الكلمات المعقوله، وراك نحاول ما امكن اننا نقولوا يعني بعض الكلمات المعقوله وبعدها واحد شويه نضحكوا بيناتنا واحد شويه، لانه الا بقينا هازين هذا الهم غادي غير نتغموا، لهذا نضحكوا بيناتنا ونفاجئوا على بعضياتنا بمجموعه ديال التعاليق. بادا كودو مشت كودي كورت كودي، هذا العلوي العربي حياكم الله وتبارك الله عليك، شكرا خويا العلوي العربي. وايضا ابا كوك مومن علي اكرم، علي من فرنسا ستراسبورغ. دوز المولاي محمد الله يحفظك. شكون مولاي محمد؟ تبارك الله عليك خويا، تحياتي رشيد، تحياتي من الصويره، تحيه كبيره للناس ديال الصويره. يعني مازال مجموعه من المتابعين والمتابعات معنا في هذا البث، باش نعاود يعني نقرا يعني تعاليق المتابعين، كنحاول ما امكن نقرا جميع التعاليق، فاللي ما قريتش التعليق ديالو يسمح لي بزاف لانني ما كررتش بزاف البال. معكم من طنجه الله يحفظ بلاد الرشيديه، تحيه ليك بوتلام، تحيه لحي بوتلامين. طلع العالي، طلع العلي يشد الريزو، ما فهمتش. الله ياخذ فيهم الحق، كرهونا في الحياه بلاد الملوخيه الحمد لله. معاك السوحه من سيدي افني، شكرا لكم امينه حياكم الله تبارك الله عليك. شكرا جزيلا لكل المتابعين والمتابعات بالتعاليق الرائعه والمثيره ديالهم، اللي كنحترمهم وكنقدرهم بهذ التعاليق الرائعه جدا. اتمنى منكم وكذلك ان ترفعوا مستوى البارطاج، لان مجموعه ديال الناس اشتاقوا لمدينه الرشيديه وبغاو يشوفوها. تحيه ليك من مسكي، حيا الله ساكنه مسكي. الدوله تريد تهجير شباب ابراهيم فاسكا، يعني قلنا خويا اعطينا شي سبب على هذا الكلام اللي كتقول. سلام عشا رشيد ومجموعه من المتابعين والمتابعات، فحياكم الله وتبارك الله عليكم. ودائما كنقول لكم بانني ما كنسخاش بكم، ما كنسخاش يعني بالتعاليق ديالكم، وكنحاول ما امكن انني نقرا جميع التعاليق ديال المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن، لكن الوقت يداهمنا للتطرق لموضوع اخر بمدينه الرشيديه. انتظرونا ان شاء الله، هناك موضوع اخر بمدينه الرشيديه، دوار السيفه بعيالته وبرجاله بالشباب ديالو وبأطفالهم جاوا امام الولايه باش يطالبوا الماء، على الماء الصالح للشرب والكهرباء. انتما كتشوفوا يعني حنا في 2024 وما عندهمش، كيقولوا ما عندهمش الماء وما عندهمش الضوء. اكيد ان شاء الله غادي نتطرقوا لهذا الموضوع هذا بعد دقائق معدوده ان شاء الله. فحياكم الله وتبارك الله عليكم، يحييكم بعد قناة شوف دبي بي جي، هاد طرعتها في لالت. برافو سي العزاوي الحسن، يحييكم بعد قناة شوف دبي بي جي، هاد طرعتها في لالت. تحت شعار الله الوطن الملك، ولا عزاء للحاقدين المنافقين والنمامين وجيران السوء وناهبي المال العام من المسؤولين ومنتخبين غير شرفاء للمملكة المغربية العلوية الشريفة عامة ولإقليم الرشيدية خصوصا. فحياكم الله وتبارك الله عليكم، لنا لقاء إن شاء الله بعد دقائق معدودة من إغلاق هذا البث. أيوب أيوب إن شاء الله ندوز الولاد الحاج غير كون هاني، مرحبا إن شاء الله غادي ندوز الولاد الحاج غير كون هاني. إن شاء الله خويا أيوب نشوفوا ولاد الحاج، لأنه هناك يعني صرخات ساكنة شباب ولاد الحاج اللي هما يعني ولاو قدوا الشارع او قدوا ربما قدوا الشارع ولا شي قنطره يعني من مالهم الخاص. تضحيه الشباب يعني ولاو الشباب يعني كتضحي من عندها من جيبها. حياكم الله متابعي قناه شوف تيفي، وهنا سانهي بثي الى بث اخر باذن الرحمن.